أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن استقبال منفذ الغويفات الحدودي ما يقارب 11,000 حاج من حجاج بيت الله الحرام المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج مع توفير خدمات مميزة وميسرة لجعل حركة عبورهم أكثر راحة وسلاسة عبر إطلاق مبادرة واحة الحجاج. أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة اليوم عن ساعات العمل في منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى، حيث ستعمل جميع أقسام وحدات الرعاية العاجلة والطوارئ على مدار الساعة، كما ستعمل أقسام الطوارئ في كل من منطقة الضفرة وفي مستشفى العين ومستشفى توام ومستشفى الكورنيش ومستشفى الرحبة ومستشفى الوجن طوال يوم عرفة وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك. أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل أن رسوم المواقف مجانية بدءا من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022. كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح مجانية خلال عطلة العيد الرسمية، بالإضافة إلى رسوم نظام التعريف المرورية درب ستكون مجانية في الفترة ذاتها.